رمضان رمضان شهر العطاء فلا تلمن له، هو جنة فيحى وروض زاهر، هو فرصة فلتغنم إقباله. أسئلة رمضان مع الدكتور عبد اللطيف زاهد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، من الأسئلة اللي كي تطرحوا بزاف في رمضان، ما هي الأحداث التي وقعت في رمضان، وكيف نستثمر هذه الأحداث في حياتنا اليومية؟ أولا خصنا نعرفوا باللي رمضان تفرض على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان 13 سنة في مكة، عاد هاجر المدينة ودوز العام الأول في المدينة، مازال ما تفرج الصيام حتى العام الثاني. إذن إلا جينا نحسبوا شحال صام النبي صلى الله عليه وسلم من رمضان، 9 رمضانات، 9 ديال السنوات اللي صام فيها رمضان، من السنة الثانية من هجرته إلى السنة العاشرة، لأنه توفى في السنة 11، يعني في ربيع الأول قبل ما يجي رمضان، وبالتالي صام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إن شئنا أن نقول. ثم شنا هي الأحداث اللي عرفتها السيرة النبوية خلال شهر رمضان؟ أحداث كثيرة عرفتها السيرة النبوية، لكن نقتصر منها على أهم المحطات وأهم الأحداث، ومنها فتح مكة ويوم بدر. هذاك العام اللي تفرض فيه الصيام اللي هو السنة الثانية من الهجرة، وقعت غزوة عظيمة سمها الله تعالى يوم الفرقان. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، وهو يوم بدر. سماه الله تعالى يوم الفرقان لأنه فرق بين أهل الحق وأهل الباطل، تميز فيه وانتصر فيه أهل الحق وهم قلة 300 واحد على أهل الباطل وهم كثرة 1000 واحد، ليميز الله الخبيث من الطيب. إذن هذاك اليوم هو يوم الفرقان، لا بد أن نحضره وأن نستحضره. ثم يوم الفتح، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هذا يوم الفتح كان في 8 رمضان من السنة 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فتح مكة كان يعني في رمضان من السنة 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بينما كانت غزوة بدر اللي ذكرنا قبل قليل 17 رمضان من السنة 2 من هجرته. إذن يوم الفتح النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة بعد أن تراجع المشركون عن اتفاقيتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، اتفاقية الصلح، وبدأوا يهاجمون على بعض القبائل التي كانت موالية للمسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأكد من خيانتهم للعهد، فأمر بالسير إليهم، ودعا الله تعالى أن يكون ذلك بعدم إخبار لهم، وما يكونش عندهم الخبر حتى كيدخل عليهم المسلمون إلى مكة. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 من الصحابة رضوان الله عليهم، وفتح الله تعالى مكة على النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. أشنو ممكن نستفدوا من هاتين الغزوتين؟ أن رمضان شهر الانتصارات، شهر الجهاد في سبيل الله وشهر الانتصارات، باش نحيدوا من رأسنا أن شهر رمضان شهر النوم، شهر الكسل، شهر الخمول، وشهر يعني النعاس. لا، هو شهر الاجتهاد وشهر الانتصارات، وأعظم انتصار أن تنتصر على النفس الأمارة بالسوء وأن تنتصر على الشهوات. إذن نجعله رمضان موسم للفوز، موسم للانتصار على النفس الأمارة بالسوء، موسم أو فرصة للانتصار على الشهوات والانتصار على الشيطان العدو الأكبر اللي ما بغاكش تصوم، ما بغاكش تصلي، ما بغاكش تقوم التراويح. إذن تيبغي يخرجك من أول سليمة، تصلي 2 ركعات يقولك بارك عليك، تصلي 4 ركعات يقولك بارك عليك، تجاهد نفسك وتجاهد الشيطان، وتبغي تقرأ القرآن تقرأ حزب ولا حزبين تقولك بارك عليك، فتجاهد أن تختم ختمات من القرآن. فهكذا شهر رمضان هو شهر المجاهدة وشهر الانتصار. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم فيه للطاعات، والحمد لله رب العالمين. رمضان رمضان شهر العطاء فلا تلمن له،
هو جنة فيحى وروض زاهر، هو فرصة فلتغنما إقباله.